قلنا إن درسنا النهاردة في شهادة، والشهادة دي لا هي عربية ولا هي مصرية، دي شهادة أجنبية أو إنجليزية. كلنا عارفين إن الإنجليز ما بيعرفوش المجاملات، فالنهاردة لما يجي رئيس المجلس الثقافي البريطاني في لندن ويقول إن اللغة العربية هي أكثر اللغات قدرة على البقاء والخلود، أظن دي شهادة مش مجروحة ولا فيها أي مجاملات. تمام، درسنا النهاردة عبارة عن مقال. طيب عايزين نعرف أول حاجة المقال ده مين كتبه. تمام، هنجد إن اللي كتبه لنا خلاص هو رئيس المجلس الثقافي البريطاني في لندن. من كاتب المقال؟ زي ما انت شايف هيكون مين؟ رئيس المجلس الثقافي البريطاني في لندن. طب واحنا عرفنا منين؟ ده راجل اكيد بيتكلم انجليزي وممكن يكون بيتكلم عربي عادي، لكن قدر واحد من الناس المحبين جدا للغة العربية وهو الأستاذ حليم فريد تدرس. تمام، تاني، حليم فريد تدرس قدر ان ياخد المقال بتاعه ده وينشره ضمن جزء كبير من مقالة هو كتبها. اذا مين اللي نشر لنا المقال؟ ماشي، الاستاذ حليم فريد تدرس. حليم فريد تدرس، في مشكلة الكلام ده؟ تمام جدا. طيب بالنسبة للدرس اللي معانا بيأكد على ايه في اول حاجة وفي اول بداية ليه؟ بيأكد ان لغتنا العربية المستخدمة ما بيننا هي تعتبر من اقدم اللغات الحية. ونقف شوية، يعني ايه حية يا مستر؟ حية دي يعني مش بتمشي وتجري وتكبر، لا 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 لا، حية دي يعني ما زالت باقية ومستعملة ومستخدمة وستظل بإذن الله. أما اللغة إن ماتت بمعنى أهملت ولم تعد مستعملة، ماشي، ده معنى إنها حية، حية ما زالت على قيد الحياة. عندك دليل؟ عندي دليل. عمر اللغة العربية قد إيه؟ كم أمضت من الزمان؟ قال لك لما نيجي نحسبها هنجد اللغة العربية ما بيننا، تمام، أمضت أكتر، ماشي، من 1600 سنة، أكتر من 1600 سنة، وما زالت منتشرة وموجودة في كل أرجاء المعمور. المعمورة دي مش بتاعت اسكندرية، المعمورة ديت اللي هي الأرض. إذا كلمة المعمورة نقصد بيها الأرض لأنها عامرة بساكنيها، عامرة بساكنيها، فالمعمورة المراد الأرض. ماشي الكلام لحد هنا؟ في أي مشكلة؟ ما أعتقدش في مشكلة. يبقى بسرعة كده نسترجع، بدأ المقال يأكد على إن اللغة العربية هي من أقدم اللغات الحي. عايزين نحفظ مع بعض، من أقدم اللغات الحي. قلنا حية المراد مستخدم وعكسها مهملة. تمام، عندك دليل؟ عندي دليل، لأنها موجودة على سطح الأرض منذ أكثر من 1600 سنة، وهي منتشرة في كل الأنحاء. وعلى فكرة بقى خد اللي جاي دي، بيتحدث بيها حوالي 1.25 مليار من البشر أو يمكن أكتر. وعلى فكرة ليسوا من إيه؟ من أهل اللغة العربية وحدهم، ليسوا من أهل اللغة العربية وحدهم، زي ما ناس كتيرة تفكر إن ما بيتكلمش اللغة العربية غير أهلها بس. بنأكد مرة تانية إن اللي بيتكلموا باللغة العربية 1.25 مليار، وبنأكد ليسوا من العرب وحدهم زي ما ناس كتيرة فاكرة، لا لا لا، أكتر من كده، وممكن عرب وغير عرب، ده أمر أكيد. ماشي الكلام، نروح لفكرة جديدة عشان نتكلم فيها. طيب إيه الدليل؟ يعني إيه الدليل إن يتحدث اللغة العربية 1.25 مليار وليسوا من العرب وحدهم؟ هذا إن دل على شيء يدل على إيه؟ على مدى قيمة وأهمية وعظمة ومكانة اللغة العربية، أهميتها قيمتها عظمتها. حد هنا في أي مشكلة؟ ما أعتقدش إن في مشاكل. هنسيب الفكرة الأولى بعد ما اتكلمنا فيها عن إن اللغة العربية أقدم اللغات، واتكلمنا عن اللغة العربية وعن اللغة العربية بيتحدث بها 1.25 مليار من البشر، تمام، سواء عرب أو غير عرب، ومدى عظمتها ومكانتها. عايزين نأكد بقى، ناس كتيرة تقول لك إن اللغة العربية لغة الدين، لغة الدين. طبعا ده مفهوم خاطئ تماما. اللغة العربية، ومش بشهادتنا، بشهادة التاريخ،
اللغة العربية هي اللغة الأساسية لحضارة هي من أقدم الحضارات وأعظمها، هي الحضارة العربية. الحضارة دي ظلت متربعة على عرش الدنيا عدة قرون، مش هقول لك قرن، عدة قرون، عدة قرون، تمام؟ طبعا عارفين القرن 100 عام. لما كانت أوروبا في عصورها الوسطى، العصور المظلمة، خدت علومها عن العرب، عن العرب نفسهم اللي كان ليهم مساهمة كبيرة جدا في أكتر من مجال. طيب نقدر نرد على الناس اللي بيقولوا إن اللغة العربية لغة دين وعبادة؟ طبعا نقدر نرد ونأكد لهم أن اللغة العربية ليست لغة دين وعبادة فقط، وإنما هي لغة علم وأدب وسياسة وحضارة. كمان مرة، علم، أدب، سياسة، حضارة، على اختلاف ملامح تلك الإيه؟ الأمور. سواء كانت تلك العلوم فارسية، هندية، يونانية، قدرت اللغة العربية إنك تجمعها كلها، تجمعها كلها وتخرجها لنا في شكل واحد، ماشي، مكتوب بلغة واحدة، معبر عن حضارة واحدة، وهي الحضارة العربية. تمام كده؟ تمام كده. نقف مع بعض وقفة بس صغيرة كده، قابلنا شوية كلمات عايزين نفتكر معانيها مع بعض. مثلا كلمة حية قلنا إيه؟ كويس، سمع ناس بتراجع معايا، مستخدمة، مستخدمة، تمام. طيب لما نسأل في أمضت، أمضت هنا بمعنى قضت، أمضت بمعنى قضت. طيب نسأل في كلمة معظم، معظم أكثر، جمع معظم إيه؟ معاظم، معظم، معاظم. طب أرجاء، مفردها رجاء وهو الناحية. وطبعا الناس اللي معانا بتوع تانية إعدادي، لما نقول كلمة أرجاء نكشف عنها فين؟ في المعجم، في مادة رجوا، رجوا، ر جيم واو، مش ر جيم ياء، تمام. طيب معانا كلمة معمورة نبهنا عليها من شوية، قلنا هي الايه؟ الأرض. كلمة يعتقد المراد هنا يظن، تمام. مجموعة أخرى من الكلمات كانت قابلتنا برضو عايزين نفتكرها بمعنى غدت، غدت اللغة أي صارت، غدت اللغة أي صارت. أما كلمة الحضارة أقدر أقولها بكل بساطة كل مظاهر التقدم والرقي، عكسها إيه؟ عكسها بداوة، بداوة. طيب كلمة تلاحم، 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 ترابط، تمازج، وأكيد عكسها إيه؟ انفصال. هنشوف معانا كلمة فريدة، كلمة فريدة، الشيء الفريد، الشيء المميز، إذن فريدة مميزة، فريدة مميزة، تمام. نروح لمرحلة جديدة والفكرة جديدة ونشوف سؤال جديد بفكرة جديدة، ما الدلائل الأخرى التي قدمها الكاتب ليؤكد على قيمة اللغة العربية؟ لو كتابك في إيدك وقاري الدرس معايا، تمام، هنحاول نشوف مع بعض كده إيه الدلائل اللي قدمها لنا الكاتب عشان يقول يا جماعة إن اللغة العربية لغة مهمة. ما احنا لسه حالنا يا مستر بنتكلم في دليل، اللي هو إيه؟ انها قدرت انها تجمع الى كونها لغة الدين والعبادة، اصبحت لغة العلم والادب والحضارة والسياسة على اختلاف اشكال. طيب الكاتب قدم لي دلائل تانية. طبعا اول حاجة بدأ بيها هي من اقدم اللغات الحية، وعدد اللي بيتكلموا بيها مش قليلين، مليار وربع مليار، وليسوا من العرب فقط. طيب تاني حاجة اكد انها لغة دين وعبادة. تالت حاجة أكد إنها جمعت إلى جانب كونها لغة دين وعبادة لغة علم وأدب وسياسة وحضارة على اختلاف أشكال. رابع حاجة والمهمة جدا، لو أنت عايز تفهم الحضارة العربية لازم تكون بتفهم اللغة العربية كويس. ليه؟ لأن اللغة العربية هي المفتاح اللي هيخليك تقدر تطلع على الثقافة العربية بكل ما كان إيه؟ فيها من علوم وحضارات وثقافات وغيرها، تمام؟ تمام، ماشي الكلام. ونبدأ مع بعض فقرة جديدة وشغل جديد أو سؤال جديد، يا ترى ده من القديم مين يجاوب؟ يلا، ما الحضارات التي جمعت بينها اللغة العربية؟ مين؟ مش سامع حد. كويس، كويس، إجابة صح. طبعا قلنا من شوية فارسية، يونانية، هندية. طيب ماذا مثلت اللغة العربية بعد جمعها للحضارات؟ يعني ايه مش فاهم يا مستر؟ بعد ما جمعت اللغة العربية
الحضارات دي كلها مع بعضها أصبحت بتظهر لي إيه أو بتمثل إيه؟ أصبحت تمثل تلك الحضارات في تلاحم وتمازج رائع، خرجت بيها حضارة واحدة هي الحضارة العربية. يعني بعد ما جمعت لي علوم الهند وثقافة اليونان وعلوم فارس، قامت عاملاهم خليط كده، خلطتهم مع بعض كده، فأصبحوا حضارة واحدة. هي مين دي؟ الحضارة العربية. بقى ليها رؤية خاصة بيها تتناسب مع ثقافتها العربية، مع قيمها، مع عاداتها ومعتقداتها. عندك دليل على كده؟ طبعا ناس كتيرة تسمع مننا كلمة ايه؟ البنانة، صح؟ بنانة بالانجليش ايه اللي هي ايه؟ الموزة. طب حد يعرف ان البنان هو اطرافه الاصابع، وان اسم البنانة اصلا من اصل عربي، تمام؟ اللي هي اطراف الايه؟ الاصابع. طيب حضرتك قاعد دلوقتي لابس تيشيرت او لابس القميص بتاعك، القميص في اللغة الإنجليزية عندكم ايه؟ بتقولوا شميز، صح؟ هو نفسه كلمة قميص. قميص اللي ما زالوا محتفظين بيها لحد اللحظة اللي احنا فيها دي. وبرضه مش هنروح بعيد، الناس اللي معانا ودروس الماس عندك، تخيل بقى احنا بقينا بنسمي مسميات اهي غير عربية، نقول الماس على الرياضيات اللي هي بتنقسم للهندسة والجبر. طب انتوا بتسموا الجبر ايه؟ الجبرا. الجبر الانجليز نفسهم قالوا عليه الجبر، اللي هو نفسه الجبر، نسبة لمين؟ لخوارزم، الراجل مخترع علم الجبر. فضلوا محافظين على الاسم، اعتراف للخوارزمي بايه؟ بايه يا جماعة؟ بفضله طبعا في علوم الجبر، تمام؟ نقول كمان، تمام، واضح، ماشي الحال. ناخد نفس مع بعض كده، استنى شوية، نشوف شوية كلمات نريح بيها ونرجع تاني. كلمة تكمن زي ما انت شايف دلوقتي، تكمن تستتر، بس انا عندي المراد منها توجد ومضادها تظهر. طيب تتيح، يعني تتيح تهيئ وتسمح، ده صح برضو، تهيئ وتسمح، تمام. كلمة كم، كم هنا بمعنى كمية ومقدار، وخدوا بالكم يا تانية إعدادي، كم كمية ومقدار ملهاش دعوة بكم الخبرية وكم الاستفهامية، مش عايزين لخبطة. دي كلمة كم، كم اسم معرب، أما كم الاستفهامية وكم الخبرية اسم مبني. كم هنا بمعنى كمية أو مقدار، كمية أو مقدار، تمام كده، ماشي. تربعت على عرش الدنيا، يا باشا المراد سادت، سيطرت، معنى تربعت هنا سادت أو سيطرت، تمام. طيب قال لي قدمت إرثا، إرث، الإرث الميراث. لو أنا جيت دلوقتي تكشف عن إرث فين؟ ها حد يعرف؟ أقول لك أنا، ورثا، ورثا، الواو والره والساء دي المادة بتاعتها، إرثا المادة بتاعتها، ورثا، ورثا. طيب كلمة شتى معروفة، مختلف، والمهم هنا أهم من معناها مفردة، ده بنشوفه كتير في الامتحانات. مفرد شتى شتيت، مفرد شتى شتيت، تمام، ماشي الحال. تعالى مع بعض وننقل لفكرة جديدة في الدرس وأسئلة تحضر معانا، أين تكمن أهمية اللغة العربية؟ لو احنا قرينا الفكرة مع بعض هنعرف إن أهمية اللغة العربية تكمن في إن هي المفتاح اللي أقدر أطلع بيه على الثقافة العربية، وإنها في نفس الوقت بتتيح أو بتهيئ أو بتسمح لكل من تعلمها أو كل من يعرفها أن يطلع على كم ومقدار هائل من الفكر والثقافة لحضارة ظلت تتربع على عرش الدنيا عدة قرون، تمام؟ بص يا سيدي معايا، اللغة العربية زي ما انت شايف تكمن في أنها المفتاح إلى الثقافة العربية. طيب ماذا تتيح اللغة العربية لمتعلميها؟ الاطلاع على كم حضاري وفكري هائل لأمة تربعت على عرش الدنيا عدة قرون. مين يجرب يقولها تاني كده يسمع؟ ماذا تتيح؟ أهو، الاطلاع على كم حضاري وفكري هائل، تمام، لأمة تربعت على عرش الدنيا عدة قرون. يا مسهل،
تمام كده، متابعين مع بعض؟ تمام. تعال معايا بقى دلوقتي ناخد برضو بعض الأسئلة اللي ممكن نشوفها ومهمة جدا في الامتحان من الكلام اللي شرحناه من شوية، ويا ريت اسمع إجابات. ما الأمة التي تربعت على عرش الدنيا عدة قرون؟ طب بالمناسبة كلمة الدنيا نكشف عنها فين؟ دنيا ولا دنوة؟ دنوة. الدنيا نكشف عنها فين؟ دنوة، دال نون واو. ها يا ترى الأمة؟ أكيد الأمة العربية، أكيد الأمة العربية. تمام ماشي الحال. ماذا أنتجت الأمة العربية أو الأمة الإسلامية من إرث؟ قالك أنتجت إرثا حضاريا في مختلف الفنون والعلوم. تمام، في الطب تلاقي، في الهندسة تلاقي، في الفلك هتلاقي، في التاريخ بتلاقي، في كل العلوم، في كل العلوم. والجميل كمان ان اللي سابتهن اللغة العربية او سابتهن الأمة العربية من إرث حضاري يعتبر دلوقتي مراجع، والكلام ده خدناه في اختراعات عربية لما خدنا من سينا، وعرفنا ان هم سابوا مراجع ظلت تدرس في أوروبا عدة قرون. حاول تربط الدروس كلها ببعض، حاول تساعد نفسك. ماشي الحال لحد هنا؟ في اي مشكلة؟ ها نهدى شوية، لو كنا اتكلمنا بسرعة. تمام، انتجت ارثا حضاريا في مختلف الفنون شتى العلوم التي ظلت مرجعا مهما الكل بيرجع ليه، وعلى رأسهم، على رأس مين؟ من يرجعون الى ذلك المنهج؟ الغربيين، الغربيين. تمام، ما واجبنا نحو هذا التراث؟ احنا كعرب بقى واجبنا ايه؟ اكيد لازم نحافظ عليه، واكيد لازم ننميه، ولازم كمان نصل عن نفسنا احنا كمان تراث نعتز بيه. لازم نحافظ على تراثنا ده، لازم نكون اكثر حرصا على لغتنا، وان نحتفظ لغتنا بخلودها. سؤال، يا ترى لو جيت سألت حد دلوقتي ان نكون اكثر حرصا، حرصا، يا ترى حرصا تعرب ايه؟ ها اكثر حرصا تعرب ايه؟ مش سامع، مش سامع. جميل، ممتاز، اللي قال تمييز، اللي قال تمييز ده راجل محترم، ممتاز جدا، او انسة مهذبة. حرصا تمييز ليه؟ حابب افكرك، اي اسم نكرة منصوب هيجي بعد افعل، بعد افعل هي اكثر او احسن او اسوأ، اكثر وحرص اعربوا تمييز منصوب، ونوعه اكيد ملحوظ، ونوعه اكيد ملحوظ. تمام كده؟ تمام ماشي. ناخد نفسنا مع شوية الايه؟ المعاني. كلمة متزايدة، متزايدة عمالة تزيد، يعني متنامية، عكسها طبعا متناقص. ارجاء خدناها من شوية وعرفنا ان هي نواحي ومفردها رجع. حد فاكر نكشف عنها فين؟ ها افتكر كده لو انت متابع معايا. ارجاء نكشف عنها فين؟ ها را جا و، را جا و، را جا و. تمام تمام. طيب التراث، التراث قلنا الميراث. طب قلنا نكشف عنها فين؟ وريثة، وريثة. تمام تمام ماشي الحال يا شباب. ان شاء الله كلامنا ده يكون بفايدة والكل يستفيد من اللي احنا بنشرحه دلوقتي. طيب يا ترى لو جالي سؤال يقول لي ما الدليل على أهمية اللغة العربية على المستوى العالمي؟ عندك دليل يأكد على أهمية اللغة العربية على المستوى العالمي؟ طبعا لو جينا عملنا حصر هنجد في عدد كبير مقبل على تعلم اللغة العربية، وأكيد طالما بيحاولوا يتعلموها إذن هم ليسوا من أهل اللغات العربية، وأكيد الناس دي ما تقبلش على تعلمها إلا في هدف ورا ده. طبعا ما احنا قلنا لو انت حابب تطلع على التراث العربي الحضاري الإسلامي لازم تتعلم اللغة العربية. فطبعا أكبر دليل على أهميتها على مستوى العالمي إقبال غير الناطقين بها على تعلمها وبكميات كبيرة. طبعا يوم ورا التاني بيزيد عددهم. سؤالي، لماذا تتزايد الرغبة في تعلم اللغة العربية من غير الناطقين بها؟ أكيد أكيد هنلاقي عايزين يتواصلوا مع أهل اللغة العربية، يعني يقدروا يفهموهم ويطلعوا على تراثهم. دي من ناحية. في ناحية تانية، إذن هما كم نقطة؟ اتنين. الأولى ليتواصلوا مع أهل العربية وتراثها الحضاري. التانية ليتواصلوا مع التراث العربي الإسلامي من جهة أخرى،
لو مش عايزين يتكلموا معاك، مش عايزين يتعرفوا عليك يتواصلوا معاك، لا عايزين يتعرفوا على ثقافتك على حضارتك. تخيل ناس مش عرب بتحاول تعرف ثقافتك، وانت صاحب اللغة العربية بتبعد عن ثقافتك. ما انا مش عارف، مش لاقي تعليق، لكن لو انت عندك تعليق قوله لي. تمام، الله المستعان. نرجع تاني نفكر يا جماعة، ايه فضل الدين الاسلامي على اللغة العربية؟ ما احنا بدأنا من الاول خالص. اللغة العربية انتشرت بانتشار الاسلام، اللغة العربية بقيت ببقاء الاسلام. ليه؟ لان بها نزل القرآن الايه؟ الكريم. فكل واحد حابب يفهم القرآن الكريم لازم يبقى حافظ اللغة العربية ايه؟ كويس. بس كلمة حافظ انا اخطأت في التعبير، المفروض نقول فاهم اللغة العربية مش حافظها بس. تمام؟ فهمها كويس قوي عشان يقدر يتعامل او يفهم القرآن الكريم ويتعامل معاه. طبعا عندي كم معنى خفاف كده، كلمة تعنيه، تعنيه تقصده، تعنيه تقصده. طيب الرائعة أي الجميلة، الرائعة الجميلة. طيب اختتم، اختتم هنا بمعنى أتم وأنهى، ماشي. عكسها ابتدأ، عكسها ابتدأ. لما تقول لك شف عنها فين، أقول لك هتشيل الألف والتاء، يفضل عندك مين؟ خاتم. لندن هي العاصمة البريطانية. أما كلمة الغيورين أي المحبين أو الحريصين على لغتهم. تمام، ماشي الحال. هنفتكر كويس قوي قبل ما نكمل الدروس المستفادة، يا ترى مين اللي عمل الكلام ده كله؟ مين اللي قال الكلام ده كله؟ قلنا رئيس المجلس الثقافي البريطاني بلندن. طب واحنا شفناه فين؟ احنا قريناه، قريناه ضمن مقال كبير كتبه واحد من المحبين للغة العربية والغيورين عليها، وهو الأستاذ حليم فريد تدرس. تمام، نختم بسؤالنا المعتاد، يا ترى استفدنا ايه من الدرس ده كله؟ طبعا اول معلومة هقدر اقولها وانا واثق من نفسي، ان اللغة العربية هي من اقدم اللغات، واللغة العربية لغة دين وعلم وادب وحضارة، واكيد انها لها اهمية كبيرة، وهناك ادلة كثيرة على اهميتها. تمام، اللغة العربية باقية، فهي لغة عالمية بشهادة غير العرب. ويأتي سؤال، سؤال أخير، يا ترى إزاي نحاول نساهم ونشارك في بقائها وخلودها؟ والله حتى لو ما حاولتش هتفضل باقية، بس إحنا إزاي نحاول ونساهم؟ قالك عليك أول حاجة إنك تكون أكثر حبا للغتك، أكثر حرصا على فهمها. تمام، أكثر حرصا على التحدث بها، واجعلها لغتك الأساسية في حواراتك وفي كلامك. تمام، وده بشوية جد أو باللغة العربية زي ما قال الدرس، مزيد من الحب، مزيد من الجد، مزيد من البحث، نستطيع أن نتقن لغتنا ونحافظ لها على كيانها. والآن بعض الأسئلة، بما ختم رئيس المجلس الثقافي مقاله، المقولة مهمة جدا يا جماعة، ختموا قال إيه؟ قال إن اللغة العربية هي أكثر اللغات الحية فرصة لأن تكون لغة عالمية بكل ما تعنيه. أنت فاهم؟ لغة عالمية وليست لغة مصرية ولا بحرانية ولا كويتية، إنما لغة عالمية بكل ما تعنيه الكلمة. ماشي الكلام؟ تعالى بقى معايا كده نحاول نشوف آخر معانينا، نشوفها مع بعض. خلودها، خلودها بقاءها، وعكسها أكيد فناءها. عكس الخلود الفناء. الجد الاجتهاد، الجد الاجتهاد، الجد الاجتهاد. تظل تبقى، تظل تبقى، تظل تبقى. تمام، ماشي الكلام. تمام يا جماعة، نيجي بقى مع بعض ونشوف تدريبنا اللي جاي، بس يا ريت مشاركة يا جماعة. ماشي، ما الأسئلة التي ختم أو ختم بها الدرس؟ الدرس اتختم بمجموعة أسئلة، أولها إيه؟ لو كتابك في إيدك، يا ترى هل يمكن أن نتعلم الدرس؟ أنهي درس؟ أهمية لغتنا. تمام، طب يا ترى هل يمكن أن نكون أكثر حرصا على لغتنا؟ طب يا ترى هل يمكننا أن نحتفظ للغتنا بخلودها؟ طبعا شايف الكاتب
بادئ بالأسئلة هل اللي هي ملهاش غير احتمالية، يا اه يا لا. هل تمام؟ هل بدور يبدأ من عند حضرتك، لو انت فعلا ابتديت تعرف قيمة لغتك وابتديت تعترف لها بالفضل زي ما غيرك اعترف لها بالفضل في كل مكان، لازم تبدأ من عندك. تبدأ من عندك بإيه؟ زي ما قلنا، هو ده سؤال مهم جدا، ازاي نحفظ للغتنا خلودها؟ كيف نحفظ للغتنا خلودها؟ تمام، نحفظه ازاي الخلود ده، البقاء ده؟ قال لك امر بسيط جدا، شوية حب، شوية جد، شوية التزام بإيه؟ بالتحدث باللغة، شوية بحث، معرفة أسرارها، معرفة جمالها، معرفة خباياها. تستطيع بذلك أن تحفظ للغتك بقاءها وخلودها. تمام، وبكده يا جماعة بنقدر نعلن عن انتهاء درسنا، عشان يجي في النهاية تدريب صغير كده، نشوف أصحابنا أو نشوف الناس اللي قاعدة معانا يا ترى حضورها قد إيه وتركيزها قد إيه. لقد جمعت اللغة العربية إلى كونها لغة الدين والعبادة، أنها أصبحت لغة العلم والأدب والسياسة والحضارة إلى النهاية. قطع صد عينيك. لما نيجي نقدر نقول مرادف جمعت هنا بمعنى إيه؟ نفكر شوية مع بعض. ها، جمعت هنا المراد وفقت وخلطت. تمام، جمعتهم مع بعض، وفقت بينهم، مزجت بينهم، خلطت بينهم. مفرد كلمة ملامح، ها، الملامح اللي هي الصفات، مفردها ايه؟ ملمح. مفردها ملمح. تمام، ماشي. ما الذي يشهد على تأثير اللغة العربية في الحضارات الأخرى؟ لو انتوا فاكرين ايه اللي يشهد على تأثير اللغة العربية في الحضارات الأخرى، قلناها من شوية، وجود آلاف من الكلمات العربية في اللغات الغربية، وضربت لك بدل المثل 2 و3. طب يعني ايه؟ بيقول لك اشرح معنى كون اللغة العربية لغة الدين والعبادة، وده سؤال مهم ومن كتاب المدرسة. نقصد بيه ايه بقى؟ نقصد انها اللغة الأساسية لتلاوة القرآن الكريم، واللغة الأساسية لفهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، واللغة الأساسية لنا كمسلمين، فهي لغة دين ونفس الوقت عبادة، تؤدى بها العبادات، تؤدى بها الصلوات، يقرأ بها القرآن. تمام، نطلع بها على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي الحال. قطعة تانية بس دي هعرضها واسيب حضرتك تفكر طبعا وتجاوب ايه فيها. ادي أسئلتها معاك. ثم نستودعكم الله على أن نلقاكم في درس جديد ولقاء جديد، نتمنى أن من الله أن يوفقنا في ذلك، وأن نكون نجحنا في مساعدتكم في فهم تلك المعلومات البسيطة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.